طيب نكمل بقى يا باشمهندسين، هنخش بقى في موضوع البلاطات. تمام، خد لي ده كوبي كده يا باشمهندس، عشان برضو عشان النوتة برضو، وشيل لي بقى الكلام ده. تمام، نبدأ الأول بالجراوند. تمام، شيل لي برضو الكلام ده. الأول هنشيك على السوليد سلاب، وبعد كده الفلات سلاب، وبعد كده هنخش بقى على التيبيكال. تمام، الأول مثلا نفترض إن ده مثلا سقف الأرض بتاعي، فهيكون فيه إيه؟ هيكون فيه سوليد سلاب وفلات سلاب، مظبوط؟ اقول له كده ايزوليت، مسح لي بقى الكلام ده. تمام، وقت لي ده كده موف. عايزين نشيك مثلا على البلاطات الكبيره فقط يا هندسه، يعني البلاطه ديت مثلا سميها اس واحد. وديت اس اتنين. ودي كذلك عشان وان واي اس 3. تمام، مش محتاج بقى لكل البلاطات، لان لو دولت اصلا طلعوا معاك وليكن مثلا ب 12 سم، فاكيد دولت هيطلعوا اقل من كده. خلاص، وخد لي دي كذلك عشان كانتليفر. سمى لي اس 4. تمام، قول لي دي مثلا وليكن اس 5، دي الفلات سلاب. تمام، طيب لو انا مثلا عندي يا باشمهندس السقف، السقف عبارة عن بلاطات سوليد وهولو بلوك سلاب. تمام، فهنقول ايه اس 5 بقى هيكون هنا بقى. تمام، هيكون هنا، ودي هتكون اس 6 كانتيليفر. تمام، ونشيك مثلا طبعا دولت اكبر من دولت، فخلاص ممكن واحده على التو واي وخلاص، يبقى ديت اس 7. تمام، نروح بس نحط كونكريت دايمنشن من السنتر للسنتر يا هندسه. تمام، طبعا لما اقول لك من السنتر للسنتر واخد من هنا لغايه هنا، كاني خدت من السنتر للسنتر يعني. تمام، ديت مربعه، خدها من ناحيه واحده. تمام، يبقى دي كده ديت للسوليد سلاب، خد دي كذلك. تمام، طب بالنسبه للفلات سلاب بقى، الفلات سلاب قلت لك يا هندسه ان احنا بناخد الطول الطويل، تمام، بنقسمه على رقم من الجدول. طيب في الفلات سلاب الطول الطويل مثلا في الكود، الكود بيفرض ان الفلات سلاب كلها الاعمده بتبقى على اكس واحد، انما في الحقيقه زي ما احنا شايفين كده الاعمده مش على اكس واحد. تمام، فاذا هاخد الطول الطويل ازاي بقى يا باشمهندس؟ هقول لك على طريقه كويسه. تمام، مبدئيا كده بمجرد النظر كده يا باشمهندس، شوف اكبر اسبانات عندك في الفلات سلاب. انا شايف ان هنا ده اكبر اسبانات اهيت، وهنا، صح كده يا باشمهندس؟ فنيجي نشوف كده يا باشمهندس. مبدئيا احنا بيكون عندنا هنا كولوم ستريب، وهنا مثلا كولوم ستريب، حلو الكلام، وادي كمر وادي كمر، يبقى دي كده عامله لي كده باكيه. تمام، طبعا هتكون اكبر من ان ناخد ايه الاربع اعمده دول، واكبر من ان ناخد الاربع اعمده دول. تمام، برضه نفس القصه ديت، برضه ايه طول كبير، برضه هنا مثلا نفس القصه، انا شايف ان هنا اكبر حاجه. تمام، ديت كده كولوم ستريب، ودي كده كولوم ستريب. تمام، ويبقى ايه الباكيه عندي هتكون مثلا بالشكل ده. خد لي من السنتر للسنتر كده يا باشمهندس، سنتر العمود ده لسنتر العمود ده خط، ومن سنتر العمود ده لسنتر العمود ده خط. تمام،
يبقى كده ايه الجزء ده كده يا باشمهندس، هي ايه، هي الباكيه بتاعتي. تمام. طيب اخد بقى يا باشمهندس الطول ده مثلا، يعني اخد الطول ده يبقى هو الطول الطويل، ولا اعمل ايه؟ طبعا مش منطقي ان انا اعمل كده. فاحنا بنعمل ايه يا باشمهندس في حاله زي ديت؟ بناخد خط من السنتر لاين، بنعمل الكولوم ستريب بتاعتي اهي، واجي هندسه من السنتر الخط ده لسنتر الخط ده، تمام، واخد ايه، واخد البعد بتاعي. يبقى كده هو ده يا باشمهندس ايه، يبقى هو ده الطول الطويل. تمام. طيب باخد برضو خط من ايه، من الكولوم ستريب ديت للكولوم ستريب ديت، واخد دايمنشن من السنتر ده لغايه السنتر ده. تمام. من السنتر ده هندسه لسنتر بقى ايه، القمره دي. تمام يا هندسه. واخد الاكبر ما بين ايه، ما بين البعدين. طبعا الاكبر هنا ايه، 5 48. يبقى ديت يا باشمهندس ايه، يبقى ديت الطول الطويل اللي انا ايه هروح اشتغل عليه. تمام. ونعمل هنا نفس الكلام، وناخد ايه، ناخد الاكبر. تمام اهو، ميد بتوين تو بوينت. تمام. يبقى ده الطول اهوت. تمام، زي ما احنا شايفين كده تقريبا الاعمده هنا على اكس واحد. فخلاص ممكن ايه اقول من السنتر لاين ده، السنتر لاين ده لا، عايز دايمنشن. وناخد الاكبر ما بينهم اللي هو 5 و4. تمام. طبعا هنا 5 48، يبقى خلاص هو ده. تمام يا هندسه. يبقى نروح بقى نطبق على الجدول بتاعنا. يبقى اس 1، تمام، اس 1 يا هندسه طولها كام؟ اس 1 طولها 3 72 اهو، 3 372. تمام. طيب هي عباره عن تو واي سوليد. طيب هي مستمره من ناحيه واحده ولا من ناحيتين؟ طبعا الطول الصغير هنا هنقول ان هو مستمر من ناحيه واحده. تمام. فنيجي هنا تقول له ايه، وان اند. طيب اس 2 نفس الطول ومستمر برضو من ناحيه واحده. تمام. طيب اس 3 وان واي، وهتكون سيمبل لانها متهبطه، لانها بلاط حمام. تمام. دي هتكون ايه، اس 3 وان واي 172، وديت نفس الطول. تمام يا هندسه. اس 4 كانتليفر متر 30، اس 4 كانتليفر. ايه، انا مش عامل اوبشن للكانتليفر. ماشي، نزوده، نزود الاوبشن بتاع الكانتليفر. يبقى اس 4 كانتليفر يا هندسه، ونقول ايه، طوله 130. خلاص. طيب تعال نظبط بقى الدنيا كده. طيب احنا قلنا ان ديت اس 1 واس 2. اس 5 يا باشمهندس هتكون عباره عن ايه، عن فلات سلاب، صح كده؟ اه، اس 5 فلات سلاب وطولها 548. اس 5 فلات سلاب. تمام. ونقول سيبها بقى، نقول ايه، 548. تمام. طيب خلينا نظبط بقى ايه موضوع، ايه موضوع الكي طبعا هو القيمه ديت. تمام. تو واي سوليد، تو واي سوليد يا باشمهندس، ومستمره من ناحيه واحده، يبقى نقسم ايه على 40. تمام. طيب تو واي سوليد ومستمره من ناحيه واحده، برضه هنقسم على ايه، على 40. تمام. وان واي سوليد
وان واي سوليد ومستمره من وسيمبل، المفروض سيمبل تمام، لانها طبعا بلاطه حمام تمام. يبقى نقسم على ايه؟ بلاطات مصمطه وسيمبل نقسم على 25 تمام. طيب الكانتليفر بنقسم على كام؟ على 10 تمام. طيب بالنسبة للفلات سلاب، الفلات سلاب يا باشمهندس بنقسم على كام؟ طيب بالنسبة للباكية ديت هي هنعتبرها ايه؟ الباكية ديت يا باشمهندس هنعتبرها اكستيريور، لان في هنا بلاطة كانتليفر وهنا بلاطة وهنا بلاطة، يبقى اكستيريور يا هندسة يبقى هنقسم على 36 تمام. هتيجي كده تقول له ايه؟ 36 تمام يا هندسة. يبقى انا كده ايه؟ ديت البلاطات بتاعتي تمام، بتاعة الجراوند. يبقى خلاص بالنسبة للفلات سلاب انا فارضها اصلا 22 تمام. السوليد سلاب كلهم انا فارضهم 14 سنتي، فاكبر كمان من 13 تمام. يبقى كده ايه؟ انا تمام التمام. خلاص يا هندسة يبقى انا كده تمام، فروضاتي مظبوطة تمام. نخش بقى في الجزء الثاني اللي هو، ولا لو انا مثلا فارض هولو بلوك سلاب، فهيكون عندي بقى اس 5. الطول هنا كام يا هندسة؟ قول لي كده من السنتر للسنتر. في ناس تاخد طول العصب بس، انا هاخد سنتر البلاطة تمام. هنا يا باشمهندس بناخد الطول الصغير بتاع العصب تمام، اللي هو 43 تمام. فاني كده يا باشمهندس نقول له هنا اس 5 اس 5. طب ليه بقرر اس 5؟ لاني زي ما قلت لك انا هنا فرضت ان ديت كأن دي بلاطة تانية، يعني انا قلت لك انا الار دي هشتغل دي هشتغل دي تمام. بس انا بقول لك يعني لو انت اشتغلت دي تمام. هنكمل بقى على اس 5 كده. اس 5 وان واي ريبد تمام، اس 6 اس 6 كانتليفر ريبد، وديت اس 7 تو واي كانتليفر، وديت تو واي ريبد تمام يا هندسة. ودولت شيلهم لي كده يا هندسة. يبقى ديت هنقول، يبقى ديت هنقول 360 وكنترولس من ناحية واحدة تمام، وديت 132 وكنترولس برضو من ناحية واحدة قلنا كام؟ 500 360 360 وديت 132 والاتنين كونتينوس من ناحية واحدة تمام. طيب بالنسبة للتو واي، تو واي هعتبرها كونتينوس من ناحيه واحده، لاني مش هشغل كونتينيوتي ما بين هولو بلوك وسوليد سلاب تمام. وطولها 340، يبقى تكون وان واي وان اند 340 تمام. نشوف بقى المعاملات بتاعتها. وان واي ريبد يا باشمهندس وكونتينوس من ناحيه واحده، ادي البلاطات ذات الاعصاب وكونتينوس من ناحيه واحده، بنقسم على 23 تمام. تيجي هنا يا باشمهندس تقول له 23 تمام. طيب كانتليفر، الكانتليفر يا هندسه بنقسم على 8 تمام، فاقول له 8 تمام. تو واي ريبد، تو واي نفس قيمه التو واي سوليد وكونتينوس من ناحيه واحده، فهنقول ايه؟ على 40 تمام يا هندسه. طيب طبعا انا فارض اصلا كلهم 30 سنتي، فهم سايفين معايا بزياده تمام. تيجي كده بقى يا باشمهندس تقول له ميرش تمام، وتقول له هنا ايه؟ ستوري واحد او جراوند تمام، توصلها كده بالشكل ده. تيجي كده برضو تقول له ميرج، وتعمل هنا جدول تمسح لدول برضو كده
في اللي دي كده ديليت. تمام. وهنيجي هنا برضو هنعمل نفس الكلام بقى، هنعمل نفس الكلام في التيبيكال، ولكن التيبيكال زي ما احنا شايفين كده البلاطات مبدئيا السوليد سلاب هي البلاطات السوليد سلاب اللي هنا، والفلات سلاب يا هندسه هي نفس الفلات سلاب اللي احنا خدنا برضو ابعادها من هنا، تمام؟ فمش محتاجين نعمل الكلام ده، فممكن نكتب هنا بقى ايه جراوند اند تيبيكال، تمام يا هندسه؟ يبقى هنا دي جراوند اند تيبيكال، تمام؟ وتيجي كده تشدها الكلام ده وتعمل كده بقى، تظبط بقى لوحتك كده يا باشمهندس. تمام. طبعا لو اللي بيراجع معاك هيقول لك يعني ايه جراوند اند تيبيكال، هتفهمه بقى. تمام، ده جاهز كده يا هندسه للطباعه. خلاص تاخده كده يا باشمهندس ايه كوبي، ومع السكرينات بتاعتك الجميله وايه وتظبط الدنيا في النوت الحسابيه. خلاص سيب ده كده بالشكل ده. انا هسيب لك طبعا ايه الشيت ده. طبعا يا هندسه الشيت ده انت ممكن تعمله، ده شيت بسيط جدا يعني، بس ده انت ممكن اصلا تكتب الكلام ده بايدك يعني على الوورد وخلاص. تمام، بس انا بس احنا بنظبط الدنيا يعني. خلاص يا هندسه، خلاص يبقى احنا كده خلصنا المحاضره بتاعتنا. ان شاء الله المحاضره الجايه بقى يا باشمهندسين هنعمل بقى، نبدأ نعمل الدي اكس اف عشان نروح نصدر لبرنامج الايتاء.